خميس الخنجر خميس الخنجر كان يطلع على وسائل الإعلام يقول يسميهم ثوار العشائر، هم داعش ولد داعش ومجرمين ولد مجرمين وقتله ولد قتله، وكان والله وكيلك صفق لهم وهذا هذا الرجال هسه زعيم سياسي طب بنفس الطريقه اللي صار بيها خليه يطلع هذا اللي ناوي اللي عنيه محكوم طلعت بمطالب مشروعه حيدت لاحقا عن هدفها وعن الغرض الذي انبثقت من اجله، هذا موضوع راح وانتهى. اليوم الجزئيه تكلم بيها هذا راح ثوار العشائر وكتلوا الناس وهذا ولا وهاي الخسائر العراق كلها واللي صار بينا والارواح هاي خلص راحت ما لها قيمه بعد اللي كتلوا الناس احنا مع الحكم عليهم بالاعدام ومع تنفيذ الحكم ايه خلي ازيد واللي يدعمهم واللي يدعمهم واللي يدعمهم لا بالله لا لا واللي يدعمهم لا واللي يدعمهم اللي يدعمهم شنو نصفق له نسوي زعيم سياسي تجرد لا والله اني أنطيك أكو ناس آني المتكلم يخصوني ومن أهل الأنبار والله أعرفهم مثل ما أعرف نفسي والله حكموا بالإعدام وبالمؤبد والله وهم أبرياء مثل ما أثق بنفسي الجانب الثاني نعم أكو ناس مثل ما قال الدكتور عمار لا والله نتفق والله أكو ناس صار لهم 9-10 سنوات والله لم يعرضوا على قاضي